لكن دعنا نذهب الآن إلى موقع الحادث، نطالع كيف هي الأحوال وردود الأفعال والشكل المحيط في وصف مفادة أون لايف إلى هناك دينا الحسيني من موقع هجوم البدرشين. دينا، أيوة مساء الخير. مساء النور، أهلا بيكي. يعني دينا، الوضع عندك الآن بعد ساعات من وقوع هذا الهجوم، كيف هو ردود أفعال الأهالي؟ تفاصيل إذا كان هناك شهود عيان أو كانوا قريبين من موقع الحادث. بالفعل تفاصيل جديدة قدرنا نحصل عليها من خلال تواجدنا الميداني في موقع الحادث. انتهت منذ قليل نيابة أمن الدولة من معاينة من معاون مكان الحادث، انتهى فريق البحث بمديرية أمن الجيزة وقطاع الأمن العام من سماع شهادة الشهود، انتهى المعمل الجنائي من معاينة آثار الحادث بالكامل، استمعت النيابة لشهود عيان. وأثناء تواجدنا في المكان، إحدى شهود العيان ساكن بمنزل بأحد المنازل اللي كان بيستقل اللي كان متواجد فيها سيارة الشرطة أو الكول الأمن المتواجد، لأن هو ده شاهد الواقعة الساعة 8:30 الصبح، وده اللي قاله في شهادته للنيابة ولفريق البحث، ان هو كان متواجد في بيته الساعة 8:30 الصبح، سمع ضرب نار، خرج من شرفة المنزل يشوف في ايه، لقى ثلاثة ملثمين واقفين قدام البيت ووجهوا ناحيته، طلبوا منه يفتح بقه، وبالفعل بدأوا يطلقوا عيارة نارية أجبرته على الدخول. المفاجأة اللي احنا قدرنا نعرفها النهاردة أو إن أجهزة الأمن قدرت كمان إنها تتوصل بيها، إن في 21 كاميرا في مكان الحادث قدرت تصد المتهمين. هم جم امبارح حوالي الساعه 7:30 مساء الخميس، جم الثلاث اشخاص دول من طريق الصيف الغربي، ده طريق مجاور لاحدى محطات البنزين. رصدتهم كاميرات المراقبه في المكان، دراجه بحريه استغلوا تواجد محطه البنزين، دخلوا على انهم هيمونوا بنزين، بداوا يرصدوا تحركات السياره اللي تم استهدافها النهارده. وعلى ما يبدو ان هم كان معاهم تليفون من احد الاشخاص بيبلغهم بقدوم السياره، لان انا شفت ده بنفسي على الفيديوهات اللي تم رصدها واللي حرزتها النيابه، للاسف ما تمكناش ان احنا ناخد نسخه منها. تم ابلاغهم بوجود السياره، بالفعل بعد دقائق رصدتهم السياره، وهم اول ما شافوا سياره الشرطه جت امبارح بالليل بداوا يسيبوا المحطه ويروحوا تجاه الشرطه. عربيه الشرطه لفوا فيها شويه، سابوها ومشوا. الثلاث اشخاص دول اعمارهم السنيه ما بين 21 سنه و25 سنه، منهم اثنين كانوا لابسين تيشيرت اسود والثالث كان لابس تيشيرت ابيض، والشخص الثالث ده كان قوي البنيان، كان جسمه ملحوظ شويه، جسمه البدني ملحوظ شويه، وكانوا امبارح مش ملثمين. نفس الثلاث اشخاص دول بنفس الاوصاف بنفس اللبس، رصدتهم كاميرات المراقبه النهارده برضه، وهم جايين بنفس الدراجه البخاريه وقاموا بارتكاب الحادث. فكانت دي الرصد كان من امبارح، ويبدو زي ما احنا قلنا الصبح في تقريرنا ان هو بيتم عمليه رصد للقوات وعمليه رصد لسيارات الشرطه المنتشره في الشوارع، خاصه واحنا موجودين دلوقتي في طريق البدرشين المؤدي لطريق طقاره السياحي. ده معروف ان في تواجد امني مكثف على مدار الساعه، بيكون في اكمنه امنيه بتفصل بين منطقه المريوطيه ومنطقه ابو النمس في الطريق المؤدي الى البدرشين. فتقريبا هم استغلوا المكان ده تحديدا لانه اكثر الاماكن المؤديه للمنطقه الاثريه، فبيكون فيها تكثيف للتواجد الامني. انتهت منذ قليل النيابه من المعاينه، تم تحديث كاميرات المراقبه، وللاسف ما تمكناش ان احنا ناخد نسخه من الفيديو. لكن هذه تفاصيل الحقيقه دينا يعني للغاية دقيقة، يعني إذا كان كل هذا موجود لدى أجهزة الأمن فننتظر الإتيان بهؤلاء الأشخاص الثلاثة اللي كانوا بيستقلوا الدراجة النارية، وبالتالي الحصول على معلومات أكثر بكثير. لكن يعني كيف هو رد فعل الأهالي وليس فقط شهود العين بعد ساعات؟ يعني هناك يعني عدد من الأهالي المتجمعين أرى في الصورة أمامي، وأعتقد أنه الناس البسيطة من أهالي القرية دلوقتي بيعملوا حاجة غريبة جدا قدامي. تخيل حضرتك الناس البسيطة اللي بتملك قوت يومها دي، منهم نزلوا دلوقتي عشان يشتروا كاميرات مراقبة يحطوها على قوتهم. كل بيت قصاده سمين امني او منطقه اثريه او اسم شرطه او منطقه حيويه، المفروض ان هو بيحط، يعني الداخليه كانت قالت من دواعي الامن ان يركبوا كاميرات مراقبه، وكانت الزمت بعض المحلات، لكن الناس البسيطه دي النهارده في القريه لما شافوا ده طلعوا يجروا دلوقتي على محلات يشتروا منها كاميرات مراقبه. يعني انا شفت بعيني احد الاشخاص رايح يستلف فلوس عشان يجيب كاميرا مراقبه. يعني انا هحطها ادام الكاميرات المراقبه دي مفيده للامن، انا هحطها وراح حالا يشتري كاميرا مراقبه. يعني بصي الروح على وعي. الروح جيده على وعي.
الروح جيدة وأكيد، لكن في النهاية يجب أن يتكتف الجميع للقضاء على الإرهاب. وأعتقد أنه أيضا دينا لديك أرى بعض مسؤولين في الأمن، أعتقد حاليا يعني قوات الأمن موجودة وجهات التحقيق. هو قيادات الأمن مش موجودة عشان الحادث، قيادات الامن موجوده على مدار الساعه في المكان، زي ما قلت لحضرتك ده مكان حيوي مكان اثري، في مفتشين امن عام وفي ضباط من مديريه امن الجيزه دائما المرور على المكان ده بصفه مستمره، لان كان منطقه فاصله بين الجيزه وبين المنطقه الاثريه، منطقه سقاره ومنطقه حيويه جدا، وبالتالي محل اهتمام الاجهزه الامنيه على مدار الساعه. اشكرك شكرا جزيلا دينا الحسيني، مفادة اون لايف من موقع هجوم البدرشين.